رتم الفردي والجماعي مختلف بين الانتر وكاتانيا، لذلك على الانتر انه يسرع اكثر، لا اقول التسرع، يسرع اكثر ويزيد في رتم المباراه. تهيله ممتازه، اوه ايتو سامويل يفتح مجال التسجيل او مونتاري، وسجدته المعتاده سولاي علي مونتاري هو الذي افتتح مجال التسجيل بعد توزيعه في العمق ولم يلمسها ايتو سامويل، وجاء الهدف الاول المبكر في الدقيقه 13 من انطلاقه المباراه. علي مونتاري اللي مر بفترة صعبة جدا كانت تدخله عالم الشك في الأيام القليلة الماضية، هنا ايتو سامويل ما لمسهاش وقال لمونتاري أنت اللي سجلت، نعم نعم أشار له بيده اليمنى بأنك أنت الذي سجلت وأنا لم ألمس الكرة تماما، لذلك مونتاري يفتح مجال التسجيل الإنتر بعد 13 دقيقة لعب. الإنتر هدف، كاتانيا صفر، نعم لم يلمسها تماما، مرت مباشرة.